نروح مع حضراتكم دلوقتي لمنة شرقاوي ونتعرف منها على أسعار الذهب والعملات. اتفضلي يا منة. شكرا لك يا هدير. يلا مع بعض نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية ونشوف مع بعض العملات اتحركت إزاي. هنبتدي بالدولار الأمريكي، الشراء 24 جنيه 47 قرش و24 جنيه 54 قرش للبيع. اليورو بيسجل 25 جنيه و3 قروش للشراء، 25 جنيه و12 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني بيسجل 28 جنيه 87 قرش للشراء، 28 جنيه و97 قرش للبيع. الفرنك السويسري بيسجل 25 جنيه 21 قرش للشراء، 25 جنيه و60 قرش للبيع. اليوان الصيني بيسجل 3 جنيه 41 قرش للشراء، 3 جنيه 42 قرش للبيع. الريال السعودي بيسجل 6 جنيه و50 قرش للشراء، 6 جنيه 53 قرش للبيع. الدينار الكويتي بيسجل 79 جنيه و30 قرش للشراء، 79 جنيه 66 قرش للبيع. أما الدرهم الإماراتي بيسجل 6 جنيه 66 قرش للشراء، 6 جنيه 68 قرش للبيع. أما بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب فخلينا نشوف الجرام بيسجل كام. الجرام عيار 18 بيسجل 1114 جنيه، الجرام عيار 21 بيسجل 1300 جنيه، الجرام عيار 24 بيسجل 1486 جنيه، أما الجنيه الذهب بيسجل 10400 جنيه. خلينا على طول نرجع تاني لمصطفى والهدير نكمل باقي أخبارنا وأحداثنا اللي حصلت امبارح. اتفضل. شكرا.